وفي طليعة من بذل وقدم أم البنين الأربعة. تصور هذه امرأة ما عندها إلا أربعة أولاد، أربعة، ما كانت تستطيع أنها تقدم واحد من أبنائها وتخلي أربعة وتخلي الثلاثة، أو تقدم ثلاثة تخلي واحد. تصور واحدة متقدمة في العمر تحتاج إلى من يعينها على الزمان، على أخطار الزمان، على الحياة، على صعابها، لكن يجي وتقدم أولادها الأربعة وتوصيهم أن يدافعوا عن الحسين، أن يبذلوا أرواحهم دفاعا عن الحسين عليه السلام. وهذا مو وليد اللحظة، لحظة الذي خرج الحسين، لا، منذ ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام، في اليوم الذي جاء البشير إلى أمير المؤمنين عليه السلام يبشره بولادة العباس، ولد لك مولود وجهه كفلقة القمر. يجي الإمام أمير المؤمنين إلى مولوده الجديد، يحمله بين يديه، يمعن النظر إلى وجهه، إلى تلك الكفين يقلبهما، وإذا بدموع أمير المؤمنين على خديه. لما قلب تلك الكفين الصغيرتين انفجر بالبكاء. التفتت أم البنين: أبا الحسن، لما هذا البكاء؟ ألعيب في ولدي؟ تشايف بي عيب حتى تبكي؟ قال: لا يا أم البنين، ولكن ذكرت ما يجري عليه فبكيت. ليش؟ هذا مولود جديد، تتحدث عن مصايب تجري على هذا القمر؟ قال: بلى بلى يا أم البنين، يخرج ليستسقي الماء لأخيه الحسين فتقطع كفاه في طلب الماء. لما سمعت بذلك سجدت شكرا لله، وهي تقول: الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لابن فاطمة. وتقدم أولادها بين يدي الحسين وتوصيهم بوصاياها، تلتفت إلى أبي الفضل العباس تقل له: يا ابني بترباتك سهرت الليل وياك، كل ليلة شان حسين هالتعب على رباك، أنا أقسم عليك بذر لبين صدري الغذاك، لمن وصلت المشرعة لا تشرب الماي، لا تشرب قبل الأخو يا ابني الأماجيد، وخلك درع الحسين يا درع الصناديد، والعلم شيل بإيد يا ابني وجودك بيت.
وتدر الحرم بالسفار يا ابني تريد رواي. وجلست تنتظر متى يعود الحسين إلى تلك الديار، تنظر إلى تلك الديار خالية، بينما هي كذلك وإذا بالمنادي ينادي يا أهل يثرب. فأدمعي مدراره الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. خرجت أم البنين تشق الصفوف وهي تنادي يا ناس بالله دفرجوا له وخلوه ينزل عن ذلوله، أني بسايله وبستمع قوله يوم التقوا ذوله بذوله. عباس بيض وجه لوله، عرفها أنها أم البنين، هذه فاقدة أربعة من أولادها. عظم الله لك الأجر، أخذ يعظم لها الأجر في أبنائها واحدا تلو الآخر، وهي تقول الخلف والعوض في الحسين، إنما أسألك عن حبيبي الحسين، أخبرني أن الحسين رجع سالما، إلى أن قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس. لما سمعت بذلك احدودب ظهرها ونادت أيها الناعي قطعت نياط قلبي، أخبرني عن حبيبي الحسين، أخبرني أن الحسين رجع سالما، ما الذي جرى على حبيبي الحسين؟ عظم الله لك الأجر، فلقد قتل الحسين وبقي صريعا على الثرى، تطعه الخيل بحوافرها وتقطعه السيوف ببواترها. قلها بالله استعدي للبواجي يم الابنين. ردوا يتامه وانذبح عباس وحسين، يم البنين اذبحوا كلهم على القاع، وحسين ظل مجرد ومكسور الأضلاع، ومخدرة حيدر علي فرت بلقنا، ويا النساء والنار تسعر بالصياوي. يم البنين الذبحوا كلهم ضماية، وظلوا على التربان بالغبرة عراية. وليتك نظرت على النهار شايل الراية، مفضوخ راسه مقطع شماله واليمين. يم البنين الأربعة ما حد دفنهم،
ظلوا على التربان وبدمهم غسلهم يم البنين الأربعة ما حد دفنهم وظلوا على التربان من دمهم غسلهم ومن الصبح للشام زينب مشت عنهم فوق الهزل مرات وشافتهم مطاعم يم البنين الأربعة تشهد لك الناس ما صار باليوث الحرى يبمثل عبا خلى الأرض كلها جثيث ومطاهم أداس روس الأعادي وغلق الميدان صوبين توجهت إلى أرض كربلاء إلى أبي الفضل العباس تقل يقولون يا ابني باللواء شقيت الصفوف ودارت عليك القوم يا ابني بزان وسيوف وقعت يم المشرعة مقطوع الجفوف مفضوخ راسك والدم من جروحك تسيل يقولون طبيت النهار وطلعت عطشان ويلي يقولون طبيت النهار وطلعت عطشان ويلي الدمع تجري وقلبك مشتعل نيران ما صار مثلك يا ضوى عيوني بالأخوان لجلك لواصل بالبج نهار مع الليل يقولون راسك يوم حط بحجره حسين للقاع ذبيته يا عقلي ويا ضي العين يا ليت مثلك يا الولد تنذبح سبعين لا كان صدر ابني البتول الدوسه الخير نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بحق أم البنين فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم اكشف السوء والبلوى عنا
وعن جميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف كل مريض، لا سيما من خصصناها بالدعاء، شافها بشفائك، داوها بدوائك، عافها من بلائك. اللهم اشفي شيخنا الجليل وارجعه إلينا سالما. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اقض حوائج السائلين والمحتاجين، لا سيما المنظورين ومن سألنا الدعاء. أخوتي الحاضرين، احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم. ارحم اللهم موتاهم وموتانا، موتى المؤسسين والباذلين. للجميع نهدي ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.